الفرحه تبكي والله تبكي يعني يا اخي عبره ما تصدق يعني الفرحه فرحوا العيال فرحونا شيء يعني ما اقدر اوصفه لك والله احب يا اخي عشق والله عشق تفوز فيه ديت العربي والله بديتهم 27 سنه تقريبا فعلا 3-0 مش سهله وعلى يعني فريق اعتبره منتخب صراحه الحمد لله اللهم لك رجال والله العربي رجال وقت الجد جد وخلاص العربي عاد للمجد من السنه هذه عاد للمجد راح تشوفون انا من قبل قالوا الدوري اشوفه بعيني لكن خذتنا مباراه الوكره لكن الكاس الحمد لله ما راح رجع المجد امجاد ورجال والحمد لله رب العالمين كاس الامير غير يكفي انك فايز انت صافح الامير سمو الامير يعني يكفي هاي بفوز الشرف بعد فالحمد لله على كل حال واشكر اللعيبه والجمهور الجمهور جمهور الشعب فرحوا الشعب فرحوا جميع الانديه والله الحمد لله وهارد لكم للسداويه هارد لكم الحمد لله احنا شفنا بطولات بس اولادنا شافوا بطولات الحمد لله في الخير والقادم افضل شهر العربي اليوم كسحنا 6-3 ولا كان موجود يعني كيف شلون يوصف انت فايز على 6-3 شلون يوصف يعني داشين يقول لك احنا بنفوز على العربي ما احترام لهم الزعيم زعيم واحد العربي اي والله الحمد لله على الفوز وعلى ابارك حق الشيخ تميم بن فهد وابارك حق الجمهور العربي اللي يستاهل نادي الشعب اليوم كل الدوحه فرحانه بعد 28 سنه وعلى نفس الفريق 3-0 بعد رديناها اليوم بفضل السومه هذا هو العربي هذا هو جمهوره ونقول هاتوا السد وكسرنا عقده السد ما الف مبروك العربي